اللعبة دي تتلخص بثلاث كلمات: عبقرية، جبارة، صعوبتها تتفوق على معظم الألعاب. اللعبة دي ورتني الصعوبة على حق وحقيقي. اللعبة دي بتتميز بكثرة الأفخاخ الموجودة. اللعبة كلها عبارة عن أفخاخ موجودة وكمان أعداء قوية جدا متنوعة، وكمان تنوع البيئات مع الساوند تراك الجبار جدا. اللعبة دي من نوع 2D بلاتفورمر. اللعبة نزلت على البي سي والإكس بوكس 1 وهتنزل على الإكس بوكس 360 في موعد غير محدد. اللعبة وفرت لك قدرات كتيرة وكلهم ليهم استخدام، مثلا التسلق والدبل جامب والسهم واللي له فايدة كبيرة جدا بتفادي الضربات. والحلو كمان ان خريطة اللعبة كلها مفتوحة ومليانة اماكن سرية. خريطة اللعبة كبيرة جدا، وكمان لما عاوز تروح على المهمة والأوبجكت ممكن تروح من كذا مكان، يعني بيبقى قدامك كذا طريق تروح منه، وكل منطقة في الخريطة متصممة بشكل مختلف، مثلا بيئة الغابات، بيئة الثلجية، الخ الخ. اللعبة كانت منوعة جدا من حيث البيئات، واللعبة ساعات بتحطك في مواقف لازم تبقى سريع فيها وتجري على طول. بيئة اللعبة مفتوحة وكمان البيئة فيها تفاصيل مهمة لازم تاخدها، مثلا الحاجات اللي بتزود الصحة وهكذا. واللعبة فيها خاصية حلوة جدا ما شفتهاش بصراحة قبل كده، ممكن تعمل سيف جيم في اي وقت، وده عن طريق الحاجات اللي لونها ازرق اللي بتجمعها، وبمجرد ما تضغط على زرار الاي بيعمل سيف جيم على طول، والوسيلة دي حلوة قوي وبتساعدك بشكل كبير. واللعبة كمان بتعرض لحظات حزينة قوي ومأساوية. اللعبة مبنية على المحرك يونيتي اللي جرافيك رهيب جدا والخلفية ممتازة والالوان والمؤثرات، كل ده كان جميل جدا، وكل ده كوم والساوند تراك كوم تاني، الساوند تراك رهيب جدا. شكرا على المشاهدة، واتمنى انكم تزوروا صفحتي على الفيسبوك facebook.com/nevermindhd. كان معكم احمد السوري، see you next time and have a nice day.